فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول القاتل هل له توبة مع الكفارة؟ الجمهور على أن له توبة، أما ابن عباس رضي الله عنهما فيرى أنه لا بد أن يعذب، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، ولكن لا بد أن يعذب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول يعذب في النار ولكن لا يخلد فيها، أما الجمهور يقولون إذا تاب تاب الله عليه. حديث الذي قتل 99 نفس ثم أراد أن يتوب، استفتى عابدا من العباد جاهل هل له توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. ثم ذهب وسأل عن عالم فسأله أنه قتل 100 نفس هل له توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب إلى البلدة الطيبة وقبضته ملائكة الموت للطريق، جاءت ملائكة العذاب ليأخذوه وجاءت ملائكة الرحمة ليأخذوه، كل يدعي أنه في قبضتهم. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم بأن يقيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. نعم، هذا دليل على أن القاتل له توبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.